VFX Academy. Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيت أخلي درس الداتا جريد ده لوحده علشان أعمل شوية حاجات أدفانسد كده قدامك ونشتغل على الـ XML والـ Action Script. الـ Data Grid إحنا وقفنا عند هنا خلاص. الـ Data Grid دي عبارة عن أنت بتدرجها كده، هي عبارة عن حاجة أنت بتحطها في الستيج بتاعك، بتبدأ تتعامل مع external file أو حاجات خارجية، بيكون عامة الملفات اللي تشتغل عليها XML. خلينا نشتغل طبعا عليها شوية. طبعا هي مش ظاهرة أي حاجة هنا خالص، ولا تظهر لك حاجة إلا لما تدرج ملف XML وتبدأ تعمله وتشتغل عليه. خلينا نسميها instance name طبعا عشان نشتغل على XML بقى، يعني في action script هنستدعي من الاكشن سكريبت الاكس ام ال. خلينا نسميه مثلا جي اف اكس اكاديمي كورسز مثلا. خلاص اوكي. عايز بقى اعمل ملف اكس ام ال برضو في الاول خالص، فبعمل ملف اكس ام ال. انا الحقيقه انا جهزت ملف جاهز هنا، وده هيكون بالامتداد لو جيت بروبرتيز لي اكس ام ال. لو حبيت تعمل ملف اكس ام ال بنفسك، بتفتح دريم ويفر وبتختار اكس ام ال او برنامج النوت باد العادي خالص، وبتعمل بتشتغل على الاكواد بتاعتك تمام، وبعدين بتقول له سيف از مثلا داتا جريد، بعدين تحدد له الامتداد. امتداد اي امتداد انت عايزه بقى، سواء HTML سواء CSS سواء اي حاجه هيديك اللي انت عايزه تمام. يبقى دوت XML، ونخلي الكودنج بتاعها UTF-8 ونقول له سيف. لو جيت انا هنا بصيت لقيت ايه؟ شايف هنا من نوع التايب XML document. يبقى دي طريقه عمل الملفات لو انت مش عندك اي برامج. طبعا الحركه دي عايزه واحد يكون فاهم كويس جدا اللغه اللي بيشتغل عليها، لان هو كده بيعمل ملف فاضي خالص يبدا يشتغل عليه. همسح ده. شوف بقى الملف اللي انا مجهزه ده جوه ايه. ده جوه شويه حاجات كده اهي. دي عبارة عن صفحة XML عادية خالص، دي أكواد ال XML تمام، دي ال Objects. يعني احنا مش بصدد ان احنا نشرح XML، بس خلينا نقول ان ده ملف جاهز، وانا مجهز حاجتين فيه. مجهز حاجة اسمها كورس، ومجهز حاجة اسمها برايز. يعني عامل الكورس نوعه مثلا فلاش برو بروفيشنال مثلا كورس، واروح جاي اعمل له البرايس بتاعه 100 دولار. الايتم 2 مثلا، الايتم 1 طبعا. اي حاجه بين بين البرنسز دي او بين العلامات دي بتبقاش مقريه، هي بس عباره عن انت بتبقى فاهم جايد كده ليك، فاهم ده ايه وده ايه وده ايه. 4 5 نفس الحكايه طبعا كله. 6 7 8. يبقى هنا عندنا 8 كورسات و 8 برايس. انا عايز ادرجهم بقى جوه الكلام ده كله جوه الملف بتاعي. تعال نشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي. طبعا انا عملت الملف الفلاش خلاص، وعملت له سيف داخل فولدر معين، ورحت رامي ملف الاكس ام ال ده في نفس الفولدر تمام، او اعمل له فولدر واسميه مثلا XML وارميه جواه واستدعيه من جوه الفولدر ده. اوكي دي طريقتين. عموما انا ما عملتوش جوه فولدر ولا حاجه عشان برضو تسهيل، خليته في نفس الروت بتاع الملف الاصلي عشان استدعيه على طول من غير ما اقول له خش على الفولدر واعمل لي كذا وكذا عشان ما يتلخبطش معايا. نروح بقى على الفلاش
وحطينا هنا الانستنس نيم بتاعه كذا. طيب تعال نروح على الاكشن سكريبت ونفتح هنا ونشوف هنستدعي ازاي ملف الاكس ام ال. يمكن في ناس طلبوا الموضوع ده فخلينا برضو نشرحه هنا كفرصة. يعني لما بعمل اتنين كده يبقى كل اللي بعديه مش مقري ككود. اوكي هقول مثلا دي امبورتنج اكس ام ال فايل كهنت كده اللي انا دلوقتي هعمل ايه، هعمل امبورت لاكس ام ال فايل. خد بالك الامبورتنج ده او الاستدعاء ده هيكون كبير شويه، تمام، هيكون حوالي 3 او 4 سطور. هنعمل اول حاجه فار متغير وهنسميه الفار يو ار ال، ده اسمه، خد بالك ده اسم الفار او اسم المتغير ده، من نوع string، وده هنحط فيه جواه ملف اسمه data grid اللي احنا لسه كنا عملناه دوت، لازم الامتداد بتاعه دوت xml. دي كده اول حاجه. يبقى انا عملت فار وعملت كده. طبعا انا مش ما اقدرش اشرح كل الاكشن سكريبت، بس هو انا عموما يعني الفار دي متغير بتحط جواه قيمه معينه، المتغير ده بتديله اسم دايما بعد كلمه فار دي، يعني فاريبل او متغير تديله اسمه وتديله النوع بتاعه اللي انت هتحط جواه اللي هو سترينج كتابه. وبعدين دايما السترينج ده بيتاخد بين قوسين بالشكل ده وقبل اخضر كده، لان ده كتابه، عباره عن ان انا بقول له بس اسم الملف بتاعك عملت له فار متغير عشان اقدر بعد كده كل ده استدعيه بقى بالاسم ده، تمام، يعني كل السطر ده هستدعيه باسم المتغير ده. طيب فار متغير تاني هعمله اسمه مثلا اكس ام ال يو ار ال لودر، ده هيكون يو ار ال من النوع يو ار ال لودر. ده بقى الامر اللي هستدعي بيه هيساوي نيو يو ار ال لودر، تمام، واروح جاي عامل اتنين كده بالشكل ده. ده تاني سطر، تالت سطر هقول له فار تاني خلينا اكس ام ال مثلا نسميه اكس ام ال يو ار ال، خلينا بالكابيتال كده، او مثلا ماشي كابيتال ريكوست، ونديه الامر يو ار ال ريكوست اوكي. وبعدين هنقول له نيو يو ار ال ريكوست تاني، اوكي، ونقول له اتنين كده، نخش جواه نقول له اليو ار ال بتاعتك كويس. يعني عايز اقول له دلوقتي اليو ار ال بتاعتك، هنقول هنستدعي بقى ال variable دي علشان كأننا بنقول له خد لي الداتا جريد ده اكس ام ال من بره باسم المتغير. جميل جميل، فاضل حاجة واحدة بس خالص بسيطة خالص، نقول له اكس ام ال يو ار ال لودر يو ار ال لودر، تمام، دوت لود لودهولي بقى خلاص داخل الامر بتاعنا اللي هو مين اكس ام ال يو ار ال ريكوست، او داخل ال variable بتاعتنا اللي هي دي خلاص. يبقى انا كده عملت ايه؟ بستدعي كل ده، خد بالك ان كل ده انا بستدعي مين؟ ملف ال XML. انا كده خلاص استدعيته. لو جيت عملت كده بص الاقي فيه ايرور. تعال نشوف الايرور ده فين. انا كنت عامل
نتأكد من الاسم ده، هو ده. اوكي تعال نشوف الكومبايلر بيقول ايه. بيقول هنا في غلطة، اللودر اوكي تمام، كانت في هنا غلطة بدل ال URL. طبعا انا حطيت variable جوه variable، فالمهم ده مش موضوعنا. المهم اللي انت تعرف الكود، الكود انا هسيبه لك في الدرس كبرضه ريفرنس عندك لو حبيت تستخدمه. دلوقتي انا استخدمت الكود وعملت امبورتنج للداتا داخل، بس مش ظهر اي حاجه خالص، لان هو انا عاملها بطريقه كده، او الملف جاي لي طبعا الجاهز ده جاي لي بطريقه معينه اللي هو فيه 2 الكورس والبرايس. طيب لو احنا عايزين نعمل مثلا عمودين، عمود فيه كورس وعمود فيه برايس، بحيث ان الكورس يبقى في على الشمال مثلا والبرايس على اليمين، باجي بقول بستدعي بقى اخينا ده واخد الانستنس نيم بتاعه، هبدا اقسم بقى الاكشن سكريبت. هو مور ادفانسد بس يعني حبيت اعمل حاجه زي كده. هنقول الاخ ده ادد او اد كولم كولمنا، تاني اد كو كولم، والكولم ده هيكون جواه حاجة اسمها الكورسز. ونفس الحكاية هعمل كولم تاني واحط جوه البرايس. اعتقد ان كده مفيش مشكلة. شوف هنا اديت كولم، نسيت السي كابيتال، تمام كده يبقى انا عملت 2 كولم، واحد في الكورس سكورس واحد في البرايس، تمام. يبقى انا عملت ادراج للاكس ام ال، بدا هو يقرا لي من بره اهو. انا حددت كولم العنوان بتاعه او الهيدر بتاعه كورسز خلاص، والتاني اللي هو مين برايس. طيب خلينا نعمل حاجه تانية، احنا ممكن يعني نوقف على كده يعني خلاص، انا مش محتاج حاجه من كده. المهم اللي انت قريت وانا واقف على كده، المهم اللي انت تكون عرفت حته ان استدعاء الاكس ام ال من ملف خارجي ازاي، بتحطه في نفس الروت وبعدين بتبقى عندك الكود. انا هخليك الكود ده عندك كريفرنس، هياخد هو الكود ده بالظبط اهو. طبعا سيبك من امبورت فلاش دوت نت دوت يو ار ال ريكويست ويو ار ال لودر، ده اوتوماتيك على طول الفلاش بيعمل لك امبورتنج للكلاسز دي، دي ما فيهاش مشكلة خالص. هو المهم أهم حاجة ده أوكي، وأسيبك تعمله، أنا مش هسيفه، يمكن بس هسيب لك ده عشان تحس برضو بالنتيجة. وهفتح لك يا سيدي ده الـ XML بتاعنا والنوت باد لك كده، وروح جاي بقولك هنا كده، اقول لك ده في داتا جريد، وده نقول كولينج اكس ام ال كود اوكي، ونخليه يو جي اف اوكي. طمن كده مع بعض، ادي الكود وادي النتيجة. طيب تمام، انتظر بقى البحث بتاعك وانتظر
الحاجات بتاعتك وتشوف بقى الحاجات دي. طب ده هنا ده يعني الحاجات دي كلها اهم حاجة. بص يعني انا عايزك ما تغلبش نفسك، اهم حاجة تعرف ان الداتا جريد دي حتى لو ما قدرتش تطبق، المهم تعرف الكود بتاع الاكس ام ال، لان هو مهم جدا بالنسبة للجماعة اللي هيشتغلوا ويب بالذات، تعرفه وتعرف حتة اللي انت الداتا جريد دي بتاعت ايه. خلاص اشوفك بقى الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.